في اليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يصادف الثاني من شهر شباط، تتحدث حكومة ذي قار عن كثير من التحديات التي تواجه أهوارها والتي انضمت إلى اتفاقية رامسار قبل عامين، فضلا عن انضمامها إلى لائحة التراث العالمي. هذه التحديات تجعل من تلك الإنجازات على المحك في ظل خضوعها للتقييم الدوري عالميا. نحن اليوم نواجه تحديات على المستوى المالي وعلى المستوى الأمني. إلى الآن بصراحة يعني الاهتمام المركزي من قبل الحكومة المركزية بتلك المناطق ليس بمستوى الطموح، وهذا ما يعرض هذا الإنجاز إلى التهديد والخطر. وتبرز الكثير من المشاكل المؤثرة على التنوع الإحيائي في مناطق الأهوار نتيجة لقلة حصتها المائية وعدم التزام دول المنبع بالتزاماتها الدولية، ومنها اتفاقية رامسار، ما يتطلب جهدا دبلوماسيا مستمرا لتأمين حصص مائية كافية. تأكيد يعني الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية رامسار تعتبر مهمة جدا في المحافظة على التنوع الأحيائي في الأراضي الرطبة، على اعتبار أنه الاتفاقيات الدولية يفترض أن تكون ملزمة للدول باتجاه عدم التجاوز على الحصة المائية وعلى يعني التجاوز على البيئة وانعكاساتها على التنوع الأحيائي، لأن بالتأكيد أي عمل بهذا الاتجاه سوف ينعكس بشكل سلبي على الحياة في هذه المناطق. وفي يوم احتفالها بيوم الأراضي الرطبة والتي تمثل الأهوار، أبرز وأهم أشكالها في العراق، تتحدث دائرة مشاريع الأهوار في ذي قار عن مشاكل يتوقف حلها على إجراءات عجزت الحكومة العراقية عنها، كالحد من الصيد الجائر وانعدام التنسيق بين دوائر الدولة المعنية بملف الأهوار. هناك التزام على الحكومة العراقية بخصوص هذه الاتفاقية من أجل المحافظة على الأراضي الرطبة والحد من الصيد الجائر، يتطلب لهذا الموضوع التعاون والتكاتف بين كل تشكيلات الوزارات المعنية بهكذا موضوع. وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض للأدوات التراثية والأعمال اليدوية يحاكي بيئة الأهوار، فضلا عن عمل مسرحي انتقد عمليات الصيد الجائر للطائر الفلامينغو. الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في ذي قار هو الأول بعد انضمام أهوارها إلى لائحة التراث العالمي، والتي تواجه تحديات كبيرة لبقائها ضمن العالمية في ظل انعدام الاهتمام بهذا الملف. من الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.